طلب أولا تطمينات من أن أمريكا لن تعارض هذا الهجوم إذا حدث قبل الحدوث، وتحصل من أصدقائه السعوديين على هذه التطمينات. وهذا ما فعله الأمين العام في جلسة مطولة مع السيد حفتر. علمنا بنهايتها أن هناك نوع من الضوء البرتقالي الأمريكي للهجوم، الدعم المالي لاستمرارية الحرب من ناحية السلاح أو من ناحية الأموال اللي ممكن تستمر بها الحرب. ثالثا طلب، هذا أمر غريب، أن فيه بعض الفئات الدينية في ليبيا تتأثر بالفتاوى التي تظهر من السعودية سلفية اللي هم نحن نسموا فيهم المداخلة. أيوة. طلب منهم أن تصدر فتوى من شيخ هذه الطائفة بضرورة تأييد خليفة حفتر حتى يتحصل على دعم بشري آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبعه. أما بعد، فإن أسأل الله تبارك وتعالى أن يطفئ نار الفتنة في ليبيا وغيرها من بلدان المسلمين، وأمرها راية السنة والتوحيد، وقوي أهل السنة والجماعة، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يبتعدوا عن الفتن، وأن لا يشاركوا أهل الهواء والفتن في القتال، ويبتعدوا كل ابتعاد، وينضموا إلى أخوانهم السلفيين تحت راية حفتر. وفق الله الجميع. وفق الله الشيخ.